كم من مدني سيموت قبل أن يحيل مجلس الأمن الدولي الأزمة السورية إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة؟ سؤال ختمت به منظمة العفو الدولية تقريرها بمناسبة مرور عامين على اندلاع الحرب في سوريا، تقرير قال إن الحكومة والمعارضة في سوريا تواصلان ارتكاب جرائم الحرب، معتبراً أن البلاد غرقت فيما وصفه بصراع دموي. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن القوات الحكومية السورية تواصل قصف المدنيين عشوائياً وغالباً بأسلحة محظورة، مما يؤدي إلى محو أحياء من الوجود بالكامل. وقال التقرير إن قوات المعارضة تواصل بدورها احتجاز الرهائن وتعرضهم لعمليات التعذيب وأحياناً القتل، ويستوي في ذلك الجنود والمسلحون الموالون للحكومة وحتى المدنيون. وحذر التقرير من رسوخ مثل هذه الممارسات في حالة عدم التصدي لها، وأكد على أهمية أن يعلم المسؤولون عنها أنهم سيحاسبون. وأوضح التقرير أن باحثي العفو الدولية اكتشفوا قنابل عنقودية استهدفت أحياء مكتظة بالسكان في حلب، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.